محايد في بيئة غير محايدة، هو التوصيف الذي ينطبق حاليا على الوضع الشائك للبنك المركزي اليمني الذي تتهمه الحكومة بعدم الحياد. عندما خرج عبد الرب منصور هادي من صنعاء كانت هناك 4 مليار و200 مليون دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي، بعد أن تحول شيئا فشيئا إلى صندوق كبير لسلطة الأمر الواقع في صنعاء. جادل محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في أحدث ظهور إعلامي له حول حيادية البنك المركزي، وأكد أن مبلغ 25 مليار ريال التي تذهب إلى الفرع المتمرد من وزارة الدفاع لا تذهب لصالح المجهود الحربي للإنقلابيين، لكن المسؤول الأعلى لبن همام يفند هذه التأكيدات. ظهر بن همام وفقاً للمراقبين كمنافح سياسي عن سلطة الأمر الواقع في صنعاء حين لم يحبذ مقترح الحكومة نقل عملية البنك المركزي من العاصمة بدواعي حرصه على عدم تفتيت البلد، وبدا كذلك أنه صرف أكثر صوب المجتمع الدولي الذي دعاه الإنقاذ الاحتياطي النقدي المتهالك دعوة فهم منها أن بن همام لم يعد يريد من الحكومة سوى الموافقة على طباعة النقود ليس أكثر. تجنب بن همام الحديث عما تبقى من الاحتياطي النقدي، أمر دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الذي كان يقصده بن همام ليس إلا الوديعة السعودية وليس غيرها. لم يعد يصل إلى البنك المركزي سوى ثلث الموارد النقدية وكلها من الضرائب والجمارك، ونحو 1.3 تريليون ريال تاهت في الأسواق ولم تعد إلى البنوك، الأمر الذي تسبب في عجز فاضح في الإيفاء تجاه مرتبات موظفي الحكومة. تلك كانت هي الحقيقة الأكثر مرارة التي كشف عنها بن همام، وكشف معها عن الإنجاز الحقيقي للإنقلاب الذي تتجلى مظاهر تأثيره السيئة على الوجوه والشوارع وعلى ملامح المستقبل الذي يزداد سوداوية ودموية.